ببساطة كده أهمية مصر تنظم فعاليات هذا المعرض الدولي المهم للصناعات العسكرية والدفاعية. إيه العائد؟ يعني غير إنه تصنيفنا كذا، غير صناعاتنا العسكرية، ولكن أنا كمواطن إيه عايز أعرف أهميته إيه؟ طيب، مقدمة الأول كده نقول إن إحنا تأخرنا سنوات. النهاردة إحنا ده تالت معرض. نعم. من يوم تولى الرئيس السيسي بدأ يتخذ قرار لازم. المعارض دي بتتعمل كل سنتين. قبل ما نتكلم على المعرض نقول يا جماعة في جهد تنظيم اتعمل فوق التصور، وده بيديك قيمة في العالم بره. هل انت عارف ان كان في مجموعة تشييدات في مطار القاهرة ومينا اسكندرية وتحت في البحر الأحمر؟ لان معدات بتيجي وادوات بتيجي، دبابات عربيات مدرعة بتيجي عايزة تطلع وتتشحن وما تقعدش، كل ده كده. فده اعتقد احنا ادينا لشركه مسؤول عن التنظيم. نعم. عالميا. نعم. انما لا شك التنظيم الداخلي، لان انا السنه اللي فاتت المره فاتت رحت، بس المره دي لسه هروح بكره. لان اول يومين بقى الافتتاحات. نعم. وبتاع، انا عايز اخد ايه براحتي. نعم. واتفرج بقى على حاجه واحد. نعم. فالسنه اللي فاتت لما قعدت مع الشركه قال لك لا احنا بنعمل 8 معارض في العالم. حقيقي التسهيلات اللي بتعطى لنا فبتبقى كويس. عظيم. العائد ايه او الاهميه؟ طيب حاضر والله. حاضر نتكلم المعارض اللي في العالم ايه واحنا فين. نشوف كويس. اول صوره. طب نشوف اول صوره بتقول لنا ان في 8 اللي بعديها 8 معارض في العالم. نعم. المعارض دي ثابته في الخريطه العالميه. ايدكس الامارات. وده حقيقي كان سابقنا بفتره طويله. ايدكس مصر دلوقتي واتحط على الخريطه بتاعه العالم. معرض الدفاع العالمي ده كل سنتين بيبقى في دولة، السنة دي هيبقى في السعودية، ممكن السنة الجاية في الأرجنتين وهكذا. معرض بتاع أفريقيا وده بتاع جنوب أفريقيا. نعم. معرض باريس الجوي بتاع لابورجيه وده من أهم المعارض اللي كل العالم بيجري عليها، خاصة الطيران والفضاء. معرض الصين الدولي. معرض فانبرا بتاع لندن وده كان أول معرض أشوفه في حياتي وأنا طالب في إنجلترا. معرض ماكس الدولي لموسكو. وبعدين اندونيسيا. التمانية دول هم دول اللي بيتعملوا كل سنة على الخريطة. ومعروفة سنة او سنة لا. وطبعا في النص مثلا تلاقي تركيا تقوم عاملة معرض وتدعو الناس. لما لكن دول الثابتين. خلاص. فاصبحنا احنا موجودين. من خريطة العالم. عظيم. خلاص. طيب. برضو قبل ما نخش بقى على الاستفادة والكلام ده. طب ايه اللي خلانا نعمل المعرض ده؟ اول حاجة اما جه الرئيس السيسي كل دولة لها استراتيجية بتاعت الدفاع بتاعتها. انا مش هتكلم بقى على. نعم. ان احنا دولة. نعم. يعني العقيدة بتاعتنا دفاعية بعكس اسرائيل، العقيدة بتاعتها هجومية. نعم. يعني اسرائيل لا تقبل الدفاع. اسرائيل في اول حاجة في العقيدة بتاعتها انها تنقل الحرب الى ارض الخصم. نعم. مش هنخش في الكلام ده. نعم. انا هنخش في نقطتين نشوف النقطة اللي بعد اللوحة اللي بعد كده. جاء سيادة الرئيس عمل لنا حاجة اسمها تنويع مصادر السلاح. نعم. زائد تطوير الصناعات الحربية. دول الفلسفة الجديدة اللي عملها الرئيس السيسي كبصمة له لما. نعم. دخلها. كويس. ومعلش اسمح لي في أول نقولها يعني. فضل فن. تنويع مصدر السلاح يا أحمد ده كان حلم لنا في الجيش. نعم. وفي الأول مش عايز أظلم حد. ليه؟ احنا بعد 7